بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دي شورت كيس كده ان شورت، والكيس دي بتقول previously healthy 19 year old female presented to the gynae clinic with gradual abdominal distension for 6 months associated with progressive abdominal discomfort. واحدة جاية عندها abdominal distension ست شهور ومش مستريحة. Physical examination revealed the presence of somewhat firm irregular non-tender mobile mass arising from pelvis. طبعا mass كتلة طالعة من البلفس و irregular و non-tender. ما انا ما عنديش البلفس حاجات كتير قوي يعني، ده هو نهايتها urinary bladder و uterus و rectum يعني. فعامل الواحد وبعدين بيقول corresponding to the size of pregnant uterus 24 weeks gestation. طبعا دي حاجة تخوف قوي يعني، دي هتوصل هنشوف دلوقتي يعني 24 يعني هيطلع حجمها قد ايه يعني. فطبعا دكتور الناس هتخض يعني، عمل لها ترانس ابدومينال سونار ريفيد جلوبيلار يوتراين انلارجمنت، يبقى لقى اليوترس انلارجمنت بس هايبو اوك mass measuring 18 سنتيمتر باي 14 سنتيمتر. طبعا دي حاجه كبيره قوي يعني، 18 سنتي في 14 سنتي. The patient was counseled about the diagnosis of uterine fibroid. يبقى هو اتشخص له ان عنده uterine fibroid. ايه fibroid ده؟ ده benign tumor موجود في ال ممكن يحصل في اليوترس يعني. And the uterus was antiverted and flexed. هنفهم يعني ايه الاكسبريشن ده. دوغراس باوتش was free. دي كيس بنحاول نبتدي بيها ايه الاستادي بتاعنا. يبقى احنا موضوعنا النهارده هنتكلم على اليوترس. دي learning objectives بتاعت المحاضره. ودي الكونتنتس بتاعت المحاضره. أول حاجة بنعرفها في اليوترس بدايتنا بنعرف السايز بتاعه 3 by 2 by 1 inches. زي ما احنا عارفين ان الانش ايكوال 2 اند هاف سنتيمتر. الانش بيساوي 2.5 سنتي، البوصة انش يعني تساوي 2.5 سنتي. الدايمنشن بتاعت اليوترس اللينث بتاعه طوله 3 inches يعني حوالي 7.5 سنتي. والويث بتاعه about 2 inches 5 سنتيمتر، يبقى الطول والعرض. البريدث بتاعه الثيرد دايمنشن 1 انش 2.5 سم، يبقى 7.5 في 5 في 2.5 سم بالظبط، يبقى 3 باي 2 باي 1. زي ما انتم شايفين كده دي صوره. هو صحيح طبعا اليوترس بلفيك اورجان، لكن لما بيبقى فيه بيبي او زي البيبي اللي احنا شايفينه اهو موجود جوه اليوترس، اليوترس بيبتدي يبقى بيطلع بيبقى ابدومينال اورجان. فاللي كان عندنا في الكيس ستادي بتاعتي ان بنقول وصلنا لغايه 24 ويكس. 24 ويكس يعني 24 ويكس يعني حوالي قد ايه؟ يعني تقريبا لو احنا جايين بنبص هنا في اللي هو الدايمنشن بتاعتي كده اهو، شوف الكيس بتاعتي لما قلت 24 ويكس تقريبا يعني كده في الحته دي تقريبا. طبعا يعني دي مس محترمه يعني انها توصل كده بين نمبر 5 اند 6 يعني. دي الصوره دي بتوريني، ادي شايفين بيبي اهو، ادي ملا اليوترس، اليوترس ابتدى يبقى ابدومينال اورجان، وشايفين البيبي ضاغط على كل حاجه يعني. شايفين دي ده السمول انتستين اهي، ده هنا ده الاستومك، وده الكولون اللي موجود عندي. فده عشان تتخيلوا نفسيكم يعني انفسكن لما هتبقوا بريجننت في يوم من الايام يعني. لو انا كنت جاي ببص على اليوترس الدايمنشنز بتاعته خلاص عرفناها 3 باي 2 باي 1. ايه هي ترى ايه هي البارتس اوف ذا يوترس؟ بنقسمه زي اليوترس. اليوترس بنقسمه into two parts: cervix وبادي.
سيرفكس اللي هو عنق الرحم، والبادي اللي موجود فوق. يبقى انا عندي سيرفكس وانا عندي بادي، ده اسمه سيرفكس، وده عندي هنا ده بادي. يبقى عندي سيرفكس، وي هاف سيرفكس، وي هاف بادي. لو انا كنت جاي بمزيد من التفاصيل بقى اشوف اللي هي الدنيا عامله ازاي، ادي السيرفكس وادي البادي. بين السيرفكس والبادي، الجزء اللي موجود بين السيرفكس والبادي اللي بيفصلهم اسمه ازماس. ازماس ده عامل ديماركيشن بين البادي والسيرفكس. انا عندي سيرفكس وعندي بادي، الجزء اللي موجود بين السيرفكس والبادي، الجزء اللي انا بحاول بعلم عليه ده اسمه ازماس. كلمه ازماس في اللغه يعني حاجه ضيقه، بيسموه يعني برزخ. يعني لما واحد يقول لك ايه الحياه البرزخيه، يعني الحياه اللي موجوده بين منطقتين وساعتين، الحياه الدنيويه والحياه الاخرويه. فشكل كلمه ازماس، يبقى الازماس سيبريت اليوترس انتو تو بارتس. البارت اللي موجود فوق اسمه بادي، والبارت اللي موجود تحت اسمه سيرفكس، عنق الرحم. يبقى انا عندي بادي وسيرفكس فصلهم عن بعضهم الازماس. في عندي جزء من البادي موجود فوق الليفل بتاع الفالوبيان تيوب. بصوا ده انا بشاور عليهم، دول اسمهم فالوبيان تيوب. اباب الليفل بتاع الفالوبيان تيوب في عندي جزء من اليوترس موجود. الجزء من اليوترس الموجود ده بطلق عليه كلمه فاندس. يبقى الفاندس ده مش جزء جديد، ده جزء موجود مخصوص من البادي اباب الليفل بتاع الفالوبيان تيوب. يبقى الفاندس ده مش جزء جديد يا بنات. انا كان عندي بادي وعندي سيرفكس، الفاندس ده جزء عندي من البادي، ده اباب الليفل بتاع الفالوبيان تيوب. في عندي الجزء الثاني بردك مهم قوي، ودايما هنقعد نتكلم عليه اكثر من مره، اسمها كورنيو. كورنيو اللي هي القرن، ده مكان الفالوبيان تيوب هورن لايك. صح يا ريم؟ يبقى الحته دي مكان الانترنس اوف فالوبيان تيوب اسمها كورنيو. يبقى انا عندي المنطقتين دول مهمين ان احنا نعرفهم، دول تبع البادي. ايه هما المنطقتين دول؟ الجزء الاولاني اسمه فاندس، والجزء الثاني اسمه كورنيو. طيب ده نمره واحد. اثنين، عندي السيرفكس. انا قلت لها ان احنا عندنا بادي وعندنا السيرفكس، وزي ما انتم شايفين السيرفكس بيدخل في الفاجينا، فبقسم السيرفكس انتو تو بارت. الجزء ده داخل جوه الفاجينا بسميه فاجينال بارت، ده داخل جوه الفاجينا اسمه فاجينال بارت، والجزء ده فوق الفاجينا اسمه سوبرا فاجينا. يبقى السيرفكس بيتقسم انتو تو بارتس، بارت فوق الفاجينا وبارت في الفاجينا. البارت اللي فوق الفاجينا اسمه سوبرا فاجينال بارت، والبارت اللي دخل في الفاجينا اسمه فاجينال بارت. يبقى احنا كده قسمنا اليوترس انتو بادي وسيرفكس، ما بينهم في ازماس. بادي سيرفكس ما بينهم في ازماس، ادي البادي اهو، ادي السيرفكس اهو، ما بينهم في ازماس موجود. البادي ده قلنا فيه حاجتين مهمين، عندي فاندس وعندي كورنيو. السيرفكس قسمته لجزئين، سوبرا فاجينال وفاجينال بارت. خدوا بالكم يا بنات ان السيرفكس فيه جواه قناه اسمها السيرفيكال كانال، ليها فتحه داخليه وفتحه خارجيه. يبقى السيرفكس ده ليه فتحه داخليه وفتحه خارجيه. الفتحه الداخليه اسمها انترنال اوس، والفتحه الخارجيه اسمها اكسترنال اوس. يبقى انا عندي في قناه اسمها سيرفيكال كانال، ليها فتحتين، فتحه خارجيه وفتحه داخليه. الفتحه الخارجيه اسمها اكسترنال اوس، والفتحه الداخليه اسمها انترنال اوس. يبقى ده الجنرال ديسكريبشن، ده الوصف العام بتاع اليوترس. يبقى اليوترس بادي وسيرفكس، ما بينهم يبقى عندي ازماس. البادي ده فيه ايه؟ فيه فاندس، فيه كورنيو. السيرفكس ده جزئين، سوبرا فاجينال وفاجينال بارت، وجواه قناه اسمها سيرفيكال كانال، ليها فتحتين، فتحه خارجيه وفتحه داخليه. الفتحه الداخليه اسمها انترنال اوس، والفتحه الخارجيه اسمها اكسترنال اوس. يبقى ده الجنرال ديسكريبشن، ما ينفعش ان احنا ندخل جوه المعركه من غير ما نتخيل الاجزاء بتاعه اليوترس. لو انا دخلت بعد كده ابص على الدنيا موجوده فيها ايه، الاقي لازم اعرف البوزيشن بتاع اليوترس. مهمه قوي 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 اعرف البوزيشن بتاع اليوترس. الكلمه دي لازم تتقل بميه الذهب.
اليوترس واخد بوزيشن اسمه انتيفيرتد انتيفليكسد بوزيشن. الوضع ده لازم يتحفظ يا بنات كويس، انتيفيرتد انتيفليكسد بوزيشن. بصوا كده، ده الاكسس بتاعت الفاجينا، وده الاكسس بتاع السيرفكس. شايفين ده الاكسس بتاع السيرفكس، الانجل بتوين الاكسس اوف سيرفكس والاكسس بتاع الفاجينا، بطلق عليه كلمه انتيفيرتد. لما اقول كلمه انتيفيرتد، دي رايت انجل، زاويه انجل بتوين الاكسس اوف فاجينا والاكسس اوف سيرفكس، اي الزاويه دي، بطلق عليه كلمه ايه؟ انتيفيرتد. كلمه انتي يعني قبل، وليس انتي بالاي، هذه بالاي وليس بالاي، انتي قبل. لكن لو انا جاي ببص كده الاقي في زاويه ثانيه موجوده بين الاكسس اوف يوترس والاكسس بتاعت السيرفكس، تلاقي اليوترس التاني على نفسه، اسميه انتي فليكسد، والانجل دي تقريبا 170 درجه. شايفين شكل اليوترس اهو، ده ادي شكل اليوترس اهو، اليوترس تاني نفسه البادي متني على السيرفكس، والسيرفكس برضك متني على الفاجينا. اسمي البوزيشن ده انتي فيرتد انتي فليكسد بوزيشن، انتي فيرتد انتي فيرتد انتي فليكسد بوزيشن. انجل بتوين البادي والسيرفكس، انجل بتوين السيرفكس والفاجينا، يبقى اليوترس واخد وضع اسمه انتي فيرتد انتي فليكسد بوزيشن. مش بكذب عليكم، very common في الاكزامز، سواء كانت ام اس كيو براكتيكال اكزام، ان انت تتسالوا عن البوزيشن اوف يوترس، البوزيشن اوف يوترس انتي فيرتد انتي فليكسد بوزيشن. في وضع عكس الوضع ده اسمه ريترو فيرتد، ريترو فليكسد بوزيشن. شايفين الوضع ده ريترو فيرتد ريترو فليكسد بوزيشن. شايفين كان الوضع اللي هو الدوتد ده، ده النورمال بوزيشن، او اليوترس المره دي واخد ريترو فيرتد ريترو فليكسد بوزيشن. يبقى انا عندي هنا ادي ما بين السيرفكس والفاجينا الانجل اتغيرت، بين بين السيرفكس واليوترس بدك في انجل تاني، اسميه ريترو فيرتد ريترو فليكسد بوزيشن. الريترو فيرتد ريترو فليكسد بوزيشن مشهور قوي معاه حاجه اسمها يوتراين برولابس، سقوط في الرحم. بصوا كده، ادي اليوترس اهو يا بنات ابتدى ينزل عن طريق الفاجينا، بصوا ابتدى يزيد النزول بتاعته، نزل بره الجسم خالص. اليوتراين برولابس دي 3 ديجريز، ادي دي الفيرست ديجري، السكند ديجري، الثيرد ديجري. ما يهمنيش قوي ان احنا نعرف ديجريز اوف يوتراين برولابس، تاخدوا الكلام ده في الجايد، لكن اللي يهمني ان احنا نعرف ان الريتروفيرتد ريتروفليكسد بوزيشن كومن معاه ان يحصل يوتراين برولابس، وكومن معاه ان يحصل حاجه اسمها هابيتشوال ابورشن، يعني كل ما واحده تحمل يحصل لها ميسكاريج كويس، يعني كويس يعني يحصل لها سقط. فبيتكرر كلمه هابيتشوال يعني مور ذان 3 ابورشنز، اكتر من واحده تحصل لها ابورشنز يعني ميسكاريج يعني سقط ثلاث مرات فاكثر بيسموها هابيتشوال ابورشن. وان اوف ذا كوزز اوف هابيتشوال ابورشن اللي هو ريتروفيرتد ريتروفليكسد بوزيشن. يبقى ريتروفيرتد ريتروفليكسد بوزيشن في كومن بروبلمز بتحصل في الفيميل معاه. يبقى احنا هنا خدنا الجنرال ديسكريبشن بتاع اليوترس، اتنين خدنا البوزيشن بتاع اليوترس، بعد كده عايزين ناخد موضوع اسمه البريتونيوم. يا ترى علاقه البريتونيوم باليوترس عامل ازاي؟ في الحقيقه لو انا كنت جاي ببص كده، تعالوا مع بعضنا نحاول نفهم البريتونيوم اللي هو باللون الاخضر. البريتونيوم ابتدى نمره واحد كان قدام الريكتم، ادي البريتونيوم قدام الريكتم، بعدين بقى ريفلكتد على الباك اوف فاجينا، وبعدين عمل كفرنج للسيرفكس فروم بوستيرور اسبكت، عمل كفرنج لليوترس فروم بوستيرور اسبكت، ابتدى يعمل كفرنج للفاندس، عمل كفرنج لليوترس من قدام، ريفلكتد على الابر سيرفيس اوف ذا بلادر، وبعدين راح مكمل على الانشير ابدومينال. يبقى انا عندنا هنا البريتونيوم كان علاقته ازاي؟ ريكتم، من الريكتم للفاجينا، وبعدين ابتدى يبقى ريفلكتد على السيرفكس على البادي بتاع يوترس من قدام ومن ورا، بيعمل كفرنج للفاندس، وبعدين ريفلكتد للبلادر ومنه للانشير ابدومينال. المعلومه اللي مهمه جدا
ان السيرفكس يا بنات اهو شايفين اهو عاملها لكم اهو السيرفكس اهو ان الانتيريور اسبكت نوت كفرد ويز بريتونيوم اهو يبقى هنا الانتيريور سيرفيس البريتونيوم بيعمل كفرنج للانتيريور سيرفيس على اليوترس بس ما بيوصلش للانتيريور سيرفيس اوف ذا سيرفكس. هنقول المعلومه مره ثانيه في الريليشنز ان شاء الله باذن الله. اللي يهمني هنا ان احنا هنا بقى وصلنا ان في تو باوتشز ريليتد اللي هو اليوترس. الباوتش الاولاني اسمه ريكتو يوتراين باوتش اللي هو ده بين الريكتم واليوترس او بين الريكتم والفاجينا. في ناس يسموه ريكتو فاجينال باوتش اوكي، وفي ناس يسموه ريكتو يوتراين باوتش اوكي، والاسم الاشهر موجود عندي هو دوغلاس باوتش. دوغلاس باوتش اهميته هو الموست ديبندنت بوينت، دي اوطى نقطه في البلفس في الفيميل. اي مينز لو في كولكشن اوف ذا فلويد، لو في فلويد هتلاقي كولكتد في الحته دي في الدوغلاس باوتش. انا كدكتور لو عايز اعمل انسرشن نيدل علشان اعمل درينج للفلويد هدخل عن طريق الفاجينا وادخل في الدوغلاس باوتش عشان اعمل درينج. مهم جدا ان احنا نعرف دوغلاس باوتش. تاني باوتش موجود بتوين اليوترس واليورينري بلادر اسمه يوترو فازيكال باوتش. So we have two pouches. الفيرست باوتش اسمه دوغلاس باوتش. يبقى دوغلاس باوتش اللي هو ده الفيرست باوتش اللي موجود عندي اهو هو ده. ريكتو يوتراين او ريكتو فاجينا. تاني باوتش موجود عندي بطلق عليه كلمة يوترو فازيكال باوتش. بس في الحقيقه ان علاقه البريتونيوم لا تقتصر فقط من قدام وورا، ده علاقه البريتونيوم تمتد من الجناب. ادي يا بنات ادي اليوترس اهو، شايفين اليوترس اهو، ادي الباوتش اللي موجود قدام، شايفين الباوتش اللي موجود قدام، سوري الباوتش اللي موجود قدام اهو، ادي اليورينري بلادر، ادي اليوترس، ادي الريكتم اهو. بين اليورينري بلادر واليوترس في باوتش اسمه يوترو فازيكال باوتش، وبين اليوترس والريكتم في باوتش اللي قلنا هيبقى اسمه دوغلاس باوتش. يبقى بين اليورينري بلادر واليوترس في باوتش اسمه يوترو فازيكال باوتش، وبين اليوترس والريكتم في باوتش اسمه دوغلاس باوتش. لكن انا يهمني بقى الباوتش الثالث ده، ركزوا فيه بقى الباوتش الثالث اللي هو ده، سوري اللي هو الفولد الثالث ده بقى، ده مهم قوي. شايفين بقى اللي انا قاعد بشاور عليه ده، الحته اللي بشاور عليها ده اسمها برود ليجامنت. البريتونيوم على جانبي اليوترس يعمل لي ليجامنت اسمه برود ليجامنت. يبقى مع علاقه البريتونيوم مع اليوترس من قدام في باوتش اسمه يوترو فازيكال باوتش، من ورا في باوتش تاني دوغلاس باوتش، على الجنبين زي باتمان بالظبط. باتمان يروح مدد ايديه كده تلاقي بقى في عندي فولد موجود، شايفين الفولد الموجود ولا لا؟ اهو انا عامله الفولد الموجود ده اسمه برود ليجامنت. يبقى علاقه البرتونيوم باوتش قدام باوتش ورا وعلى الجنبين في عندي ليجامنت اسمه برود ليجامنت، وهنتكلم عليه بالتفصيل ان شاء الله باذن الله كمان شويه. تعالوا نشوف مع بعضينا كده بسرعة الريليشنز بتاعت اليوترس. ليه بقول بسرعة؟ لأن يعني غالبا يعني احنا ما بنجيبش يعني الريليشنز كتير قوي، يعني مش للدرجات. يعني أول حاجة اليوترس anterior surface، أدي اليوترس أهو anterior اسمه vasical surface. الكلمة دي بتجيب الريليشن. إيه الـ anterior relation؟ urinary bladder، وبينهم الباوتش الشهير اللي لسه حالا قايلين عليه اللي اسمه اليوترو فازيكال باوتش. يبقى لو انت حفظت كلمه anterior surface فازيكال، posterior surface intestinal. البوستيريور سيرفيس ريليتد لي اللي هو كفرد ويز بريتونيوم، والدنيا مليانه دايما بالكويلز بتاعت الاليوم والسيجمويد كولون، الكويلز بتاعت السمول انتستين والسيجمويد كولون، وكمبليتلي كفرد ويز بريتونيوم. يبقى عندي الانتير اسميه فازيكال سيرفس، انتير اسميه فازيكال سيرفس، والبوستيريور اسميه انتستاينال سيرفس. طيب
اللاترال ريليشنز بقى، يا ترى اليوترس من الجنبين ريليتد ليه؟ اول حاجه الانجل دي، ما دي اللي اسمها الكورنيو، السوبيريو لاترال انجل اسمها ايه؟ كورنيو. مالها؟ ريليتد لتو ليجامنتس، هتكلم عليهم بالتفصيل كمان دقيقتين. ايه هما التو ليجامنتس دول؟ ليجامنت كده اسمه راوند ليجامنت اوف يوترس، والليجامنت الثاني اسمه ليجامنت اوف اوفري. الاقي عندي هنا تو ليجامنتس موجودين، ده اسمه راوند ليجامنت اوف يوترس وده اسمه ليجامنت اوف اوفري، بالاضافه طبعا للفالوبيان تيوب. يبقى في عندي ثلاث حاجات موجوده في السوبيريو لاترال انجل اللي اسمها الكورنيو، اسمها الارم. ايه هما الثلاث حاجات؟ تو ليجامنتس هنتكلم عليهم بالتفصيل، راوند ليجامنت اوف يوترس وليجامنت اوف اوفري، وعندنا الفالوبيان تيوب. لكن ما ننساش ان انا لو ابتديت اتكلم على السايد ريليشن اكيد 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 هيطلع البرود ليجامنت. طبعا البرود ليجامنت هو موجود، وجوه البرود ليجامنت في ارتري ملولو قوي مال الدنيا اسمه يوتراين ارتري. يبقى ما هي السايد ريليشن على الجنبين؟ يبقى عندي برود ليجامنت، جوه البرود ليجامنت في عندي ارتري اسمه يوتراين ارتري. يعني مش هنتك كتير قوي على الريليشن، يعني حاجة مش مهمة قوي بالنسبة لكم. يبقى دي الريليشن بتاعت اليوترس. طيب السيرفكس، تعالوا نشوف كده مع بعضنا السيرفكس عامل ازاي. انا كنت شرحته قبل كده بس مفيش مانع تاني ان انا اشرحه. بنقسم السيرفكس into two parts. يبقى عندنا في بارت موجود جوه اللي هو الفاجينا، فاجينال بارت، موجود فوق الفاجينا، سوبرا فاجينال بارت. يبقى انا بقسم السيرفكس into two parts. بارت ده اسمه فاجينال بارت، داخل جوه الفاجينا، والبارت ده فوق الفاجينا اسمه سوبرا فاجينال. يبقى السيرفكس قسمته لجزئين، فاجينال وسوبرا فاجينال بارت، فاجينال وسوبرا فاجينال بارت. ومره ثانيه ولو انها قلتها بس اقولها لكم مره ثانيه، ان في قناه موجوده جوه السيرفكس اسمها السيرفيكال كانال، لها فتحتين، فتحه داخليه وفتحة خارجية. الداخلية اسمها internal os والخارجية اسمها external os. يبقى دي اسمها internal os ودي اسمها external os. يبقى السيرفكس جزئين، سوبرا فاجينال وفاجينال بارت، جزء فوق الفاجينا وجزء في الفاجينا، سوبرا فاجينال وفاجينال بارت، وجوه قناة اسمها فاجينال اسمها سيرفيكال كانال، ليها فتحتين، فتحة داخلية وفتحة خارجية. طبعا الكلام ده مهم جدا، يعني فور اكزامبل عشان تبقوا متخيلين الانترنال اوس، لو البلاسينتا وصلت لغايه الانترنال اوس بيبقى نوع من انواع الديزيز خدناها احنا السنه اللي فاتت اسمها بلاسينتا بريفيا. كنا الديفينيشن بتاع بلاسينتا بريفيا، فاكرين البلاسينتا بريفيا ولا مش فاكرينها يا بنات؟ حد فاكر كلمه البلاسينتا بريفيا دي ولا حاجه؟ طبعا البلاسينتا بريفيا كانت الديفينيشن بتاعتها بلاسينتا وصلت لغايه الانترنال اوس. فاول ما بسمع كلمه بلاسينتا وصلت للانترنال اوس، الاكسترنال اوس ده مهم جدا. دكتور النساء هو بيعمل بي في اكزامينشن، بيرفاجينال اكزامينشن، يحط الاندكس كده ويقعد بيحس، مهم جدا ان هو يعمل يعني كويس كومنتس على الاكسترنال اوس وعلى الفاجينال بارت بتاع السيرفكس. كلام مهم قوي 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 في الناس. لو انا جاي ببص على الريليشن بقى، يبقى احنا عندنا سوبرا فاجينال بارت وفاجينال بارت. يبقى انا عندي سوبرا فاجينال بارت وفاجينال بارت. ايه اللي بسرعه اللي يهمني ان انا القطه؟ السوبرا فاجينال بارت نوت كفرد وسبريتونيوم، الفاجينال بارت كفر وسبريتونيوم. بصوا اهو، السوبرا فاجينال بارت نوت كفر وسبريتونيوم، الفاجينال بارت كفر وسبريتونيوم. دي النقطه اللي تهمني ان احنا نلقطها بس في الحته دي، عشان ممكن نجيب عليها سؤال ام اس كيو. لكن بيت الريليشن دي من قدام الريتد لليورينري بلادر، دي من ورا الريتد للانتست، دايما يعني القاعده يعني. الفاجينال بارت يا بنات مهم قوي انه بيدخل جوه الفاجينا، فالجزء بتاع الفاجينا اللي بيحوط فيه بنسميه فورنيسز، فورنكس، فورنكس يعني قبه، فورنيسز، فورنكس يبقى قبه. في اللقطه دي بصوا الجزء ده اسمه انتيرير فورنكس، الجزء ده اسمه بوستيرير فورنكس. في اللقطه دي دول اتنين لاترال فورنيسز، يبقى انا عندي انتيرير فورنكس، عندي posterior fornix، عندي two lateral fornices. كلمة fornices جمع كلمة fornix.
يبقى انا عندي هنا السيرفكس لما بيدخل جوه الفاجينا بيبقى محاط بالفاجينا، دي يسموها فورنيسز اوف فاجينا. بردك من الحاجات اللي هي المهمه ان احنا نعرفها كويس اسمها الفورنيسز اوف فاجينا. مهم جدا ان الدكتور لما بيعمل بي في اكزامينشن يحس يعمل كومنتس على الانتير فورنيكس والبوستير فورنيكس اللاترال فورنيسز. لما بيحصل سيكشوال انتركورس بين الميل والفيميل البينس بيوصل وبيعمل الديبوزيشن او الايجاكيوليشن بتاعه في البوستيرال فورنيكس بتاعه اللي هو الفاجينا. لما الدكتور يجي يدخل النيدل عشان يعمل درينج لو في فلويد موجود في الدوكلاس باوتش بيوصل لغايه النقطه دي يا بنات اللي هو البوستيرال فورنيكس، يوصل البوستيرال فورنيكس وبعدين يروح مدخل النيدل بتاعه. كلام مهم جدا 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 في النساء، كل كلمه بنقولها بتتوزن في النساء بماء الذهب. يبقى دي الريليشنز بتاعت السيرفكس. قبل ما اسيب السيرفكس هقول كلمه سريعه اخرانيه خالص، ان السوبرا فاجينال بارت ريليتد تو يو يو اي يو يو يوتراين ارتري ويوريتر، يو يو يوريتر ويوتراين ارتري. يبقى عندي هنا اللاترال بارت بتاع السوبرا فاجينال سيرفكس ريليتد تو يو يو، يو يو اللي هو اليوتراين ارتري واليوريتر. يبقى دي اسمها الريليشنز. مهم قوي ان احنا نركز مع بعضينا على حاجه اسمها الليجامنتس اوف يوترس. والليجامنتس اوف يوترس يا بنات نقدر نقول عليه باختصار نحفظه برقم 1 2 3. نحفظه كده، 1 عندي بيريتونيال ليجامنتس، 2 عندي 2 ليجامنتس جايين من الجابر ناكيلوم، هشرح الكلام ده طبعا. 3 عندي 3 ليجامنتس ريليتد للسيرفيكال، سيرفيكال ليجامنتس. So we have 1 2 3. 1 عندي 1 بريتونيال فورد. 2 عندي 2 ليجامنتس درايفد من الكابرناكيلوم، هشرحه يعني. 3 عندي 3 ليجامنتس ريليتد تو سيرفيكس. So we have 6 ليجامنتس. مهم جدا ان احنا نعرفهم بقى. كل واحد اهم من الثاني. يبقى واحد رقم واحد، واحد يوحد ربنا، عندنا 1 بريتونيال ليجامنت اسمه برود ليجامنت. 2 عندي 2 ليجامنتس درايفد من الكابرناكيلوم، ايه هو هناخده دلوقتي حالا. 3 عندي 3 ليجامنتس ريليتد تو سيرفيكس، يبقى 1 2 3. تعالوا ناخدهم واحد واحد. اول حاجه نبتدي برقم 3، وي هاف 3 ليجامنتس ريليتد للسيرفكس. الليجامنتس دي مهمتها بتثبت السيرفكس. لو بتسالوني ايه الموست فيكسد بوينتس اللي موجوده في اليوترس، هو السيرفكس. مهم جدا ان السيرفكس يبقى ثابت، لان اليوترس بعد كده هيكبر وهيبنى الابدومينال كافيتي، لازم القاعده بتاعته تبقى ثابته. تعالوا نبص مع بعضينا اهو، ده يورينري بلادر، ده يوترس، ده ريكتم، من قدام دي البيبك بون، من ورا ده الساكرام. الاقي عندي الليجامنتس عندي عامله كالاتش. ايه هي الليجامنتس بقى؟ ليجامنتس موجود بيوصل من اليوترس لقدام. ادي اول ليجامنت اهو اسمه بيوبو سيرفيكال. ليجامنت بيطلع من السيرفكس ويوصل لغايه الساكرام من ورا، يبقى اسمه يترو ساكرال. يبقى من السيرفكس للبيوبك بون يبقى بيوبو سيرفيكال، من السيرفكس للساكرال اسمها يترو ساكرال. ليجامنت يبقى طالع ووصل لغايه السايد وول اوف ذا بلفس اسمه ترانسفير سيرفيكال، او اسمه تاني كاردينال، كاردينال يعني اساسي مهم، اسمه التالت بالنيم بتاع الساينتست ماكنرود ليجامنت، ماكرودت ليجامنت. شوف لو خدنا سيكشن اهو وجايين نبص السيكشن ده بيرمز لي ازاي، ادي من قدام البيبك بون، من ورا ادي عندي الساكرام، وعندي اللي هو اللي هي الاورجنز اللي موجوده عندي، ادي اليورينري بلادر، ادي السيرفكس، ادي اللي هو الريكتم. شوفوا اللي هو الليجامنتس عامله ازاي، تعالوا نشوف الليجامنتس دي عامله ازاي. من السيرفكس للبيبك بون يبقى اسمها بيوبو سيرفيكال، بيوبو سيرفيكال.
من السيرفكس لغايه الساكرم يبقى اسمها يترو ساكرال اهي، يترو ساكرال اهي. من السيرفكس لغايه السايد وول اوف ذا بلفس اسمها ترانزفيرز ليجامنت او كاردينال ليجامنت او ماكي رودت ليجامنت. يبقى ما هي الليجامنتس الموجوده عندي؟ واحد لقدام، واحد لورا، واحد للجناب. اللي لقدام اسمها بيوبو سيرفيكال، اللي لورا وصل لغايه الساكرم اسمها يترو ساكرال، اللي وصل من السيرفكس لغايه السايد وول اوف ذا بلفيس كاردينال يعني اساسي، ترانزفير سيرفيكال يعني ماشي بالعرض، ماكن رودد ذا نيم اوف ساينتست. يبقى اول حاجه زي ما قلت لكم الليجامنتس 3 3 2 1 3، يبقى احنا عندنا ثلاثة سيرفيكال ليجامنت. ايه اهميتهم؟ بتدي فيكسيشن لليوترس. يبقى وي هاف 3 سيرفيكال ليجامنت، يبقى ده رقم 3. عندي الرقم اللي بعديه هو رقم 2، ما انا عندي 3 2 1 2. ما هما التو ليجامنتس؟ التو ليجامنت دول امبريولوجيكال ريمينانس درايد فروم جابرناكيلم. كلمة جابرناكيلام هناخد الامبريولوجي الاسبوع الجاي ان شاء الله، معناها جايد مرشد. لو انا جاي ببص على الصورة، ده الاوفري، والاوفري ده كان اتتش ليه ستراكشر اسمه جابرناكيولام. وبعدين ادي اليوترس ستارت الديفلوبمنت بتاعه. فاليوترس ديفايدز الجابرناكيولام انتو تو بارتس. عندي بقى بارت موجود وراني وبارت موجود قدام. البارت اللي موجود ورا اسمه ليجامنت اوف اوفري، واللي قدام اسمه راوند ليجامنت اوف يوترس. كنا قلناهم في الريليشن ولا زلنا بنقولهم وهنقولهم كتير. يبقى انا عندي الليجامنت القداماني ده اسمه راوند ليجامنت اوف يوترس، وده بيمشي جوه قناه اسمها انجواينال كانال. اما الليجامنت الخلفي وصل لغايه الاوفري اسمه ليجامنت اوف اوفري. يبقى انا عندي تو ليجامنتس، both of these ligaments are attached to cornea، ماسكين في القرن اللي هي الحته دي. ليجامنت امامي اسمه راوند ليجامنت اوف يوترس. الراوند ليجامنت اوف يوترس ده مهم جدا لان هو اللي مسؤول عن الانتيفيرتد بوزيشن اوف يوترس. ولولا الليجامنت ده كان موجود كانت الدنيا بقت سودة، ما كانش فيه ولا واحده حملت في حياتها. الليجامنت ده بيبقى attached to cornea of uterus وبيوصل لغايه الليبيا ماجوره. ايه الليبيا ماجوره؟ اللي هي الفتحه الخارجيه بتاعت الفيميل. هناخدها ان شاء الله في الفالفا ان شاء الله. يبقى انا عندي راوند ليجمنت اوف يوترس وليجمنت اوف اوفري. يبقى انا عندي 3 2 3 سيرفيكال ليجمنتس، 2 ليجمنتس درايفد من الجابرناكيلم. الجابرناكيلم ده جايد. ايه الجابرناكيلم ده؟ ده جزء من البرانش. 1 بريتونيال فولد يوحد ربنا اسمه برود ليجمنت. يبقى عندي 3 2 1. طبعا البرود ليجمنت ده حاجه من الحاجات المهمه جدا 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 جدا. زي ما انتم شايفين this is برود ليجمنت اهو. البرود ليجمنت ده اللي هو البريتونيال فولد ده اللي طالع من السايد وول اوف يوترس للسايد وول اوف ذا بلفس اهو. شايفينه اهو، ده اهو، ده الليجمنت ده اسمه برود ليجمنت. شكله زي ما يكون كوادري لاترال ان شيب. يبقى الليجامنت ده stretched between lateral margin side wall of the uterus لغايه side wall of the pelvis. شكله زي ما يكون quadrilateral ليه 4 porters و 2 surfaces. شايفينه اهو، دي قاعد بعمله اهو. هو ده كله اسمه برود ليجامنت اهو. كل ده اسمه برود ليجامنت، 4 porters 2 surfaces. طب ايه البوردرز والسيرفيسز بتاعت البرود ليجامنت؟ البوردر ان شورت وي هاف 4 بوردرز. مفترض ان يطلعوا ابر ولور وميديال ولاترال بوردرز. ده لو انا افترضت ان هو اليوترس واخد الوضع ده، مش واخد انتيفيرتد انتيفليكسد بوزيشن. لو انا افترضت كده يبقى البوردر ده لازم يسميه ابر بورد، والبوردر ده نسميه لور بورد، والبوردر ده نسميه ميديال بورد، والبوردر ده نسميه لاترال بورد. لكن في الحقيقه اليوترس واخد انتي فيرتد انتي فليكسد بوزيشن، فما ينفعش اقول عليهم ابر ولور بوردر، وما نسميهم ايه؟ انتيريور
وبوستيريور بورتال زي باتمان بالظبط اهو. اليوترس حني نفسه لقدام. يبقى باختصار شديد What are porters of uterus؟ عندي anterior و posterior. اللي هيبانوا في الرسم دول كما لو كانوا upper و lower. واللي باينين في الرسم دول انهم upper و lower. وفي الحقيقة مش كده. هما anterior و posterior. الميديال واللاترال صح. يبقى عندي we have four border anterior و posterior. عندي ميديال. عندي lateral porters. طيب. تعال بقى نتعمق شويه في البوردرز اللي موجوده عندي. اول بوردر انا هعتبره ان هو الابر بس علشان يعني اسهل لكم في الكلام، لكن هو الانتيرير بوردر. البوردر ده اللي انا بشاور عليه. البوردر ده زي ما انتم شايفين بيحتوي على الفالوبيان تيوب، شايفين اهو البوردر ده بيحتوي على الفالوبيان تيوب. بس الفالوبيان تيوب اتعملت عامله سودا. عملت بيرسينج للبرود ليجمنت. طب احنا بنبص عليها اهي، عملت بيرسينج للبرود ليجمنت، ففضلت حته من البرود ليجمنت مش ريليتد للفالوبيان تيوب. الحته دي اللي انا بشاور عليها مش ريليتد للفالوبيان تيوب، اللي هي الحته دي اهي. يبقى انا عندي الانتيرير بوردر انكلوزز الفالوبيان تيوب، بيحاوط الفالوبيان تيوب. برافو يا احلام، يا سلام يا سلام، احلام وساره متالقين صراحه. يبقى انا عندي اللي هو الفري بوردر ده بيحتوي على الفالوبيان تيوب، لكن اللاترال 1/5 بيبقى ليها اسم مخصوص اسمه suspensory ligament of ovary، او اسمه الثاني infundibular pelvic ligament. هو ليه اسمين الحته دي يا بنات، ليه اسمين suspensory ligament of ovary او infundibular pelvic ligament. suspensory ligament of ovary هو فين الاوفري؟ اهو الاوفري اهو، ده الاوفري اهو. او اسمه infundibular pelvic ligament لان الحته دي اسمها infundibulum زي ما هنعرف بكره ان شاء الله باذن الله. يبقى اسمها infundibular pelvic ligament او suspensory ligament of ovary. يبقى دي اهم حاجه في الريليشن. يعني لو واحد بيقول لي الريليشن بقيت الريليشن ايه؟ يعني اي كلام. هقول له ميديال اللي يبقى ريليتد لليوترس، لاترال يبقى ريليتد للسايد وول اوف ذا بلفيس. اقول له والله البوستيريور يبقى ريليتد للفلور اوف ذا بلفيس اللي هو الليفيتور ايناي. لكن اهم كلمه لازم تعرفوها الانتيرور بيحتوي على الفالوبيان تيوب. بعد ما الفالوبيان تيوب عملت له بيرسينج، الحته اللي فاضله بقى اسمها انفانديبلو بلفيك ليجامنت او suspensory ligament of uterus. Please try to remember. دي اهم معلومه موجوده في الحته بتاعت البرود ليجامنت دي. يعني انا اقدر اقول بلا فخر، ده بلا فخر يعني، ان لو حد بيسالني سؤال بيقول لي ان all organs اللي موجوده في جسمنا سواء ميل او فيميل كويس بيعملوا انفاجينيشن للبريتونيوم، يعني ما يدخلوش جوه البريتونيوم. الاورجن الوحيد اللي بيعمل بيرسنج للبريتونيوم اللي اتجرأ وعملها في حياته هو الفالوبيان تيوب. فالوبيان تيوب عمل بيرسنج للبريتونيوم، وده لاند مارك وعلامه غير عاديه خالص، حاجه مهمه جدا، ايفنتس مهمه جدا. فكون ان انا اقول في اورجن عمل بيرسنج للبريتونيوم دي لازم تتسجل وتتحط في تاريخ البشريه، مهمه جدا جدا جدا. يبقى عندنا يبقى دول البوردر، وي هاف فور بوردرز انتيريور وبوستيريور ميديال ولاترال بوردر. اوف كورس وي هاف تو سيرفيسز، والسيرفيس دي اقل اهميه مش هكذب عليكم. طول ما انتوا على طول لما اقول anterior surface يبقى vesical surface يبقى related للبلادر، والposterior surface يبقى intestinal surface يبقى related للانتستين. يبقى انا عندنا هنا يبقى we have to say ان surfaces اللي موجودين عندنا we have anterior surface we have posterior surface. anterior يبقى vesical surface ما دون بتكلم على اليوترس، posterior يبقى intestinal surface. صراحة في كلمة بس مش هتطرق لها النهاردة، الكلمة دي هنقعد نشرح فيها 10 دقايق المحاضرة الجاية. أنا شرحت جزء منها، قلت لكم إننا بيرسد باليوترين تيوب، لكن إيفاجينيتد بالأوفري دي كلمة كبيرة قوي وعايزة تتشرح، عايزة لها 10 دقايق لوحديها. فدي هنرجعها للمحاضرة الجاية. يعني إيه كلمة إيفاجينيتد؟ مش إنفاجينيتد، لا إيفاجينيتد بالأوفري. دي كلمة عايزة شرح كبير قوي، وهنتكلم مع الأوفري إن شاء الله المحاضرة القادمة. طيب يبقى إحنا عرفنا كده البرود ليجمنت، عرفت البرود ليجمنت وقلت إن ليه فور بورترز وليه تو سيرفيسز. عايز أقول إيه هي البارتس أوف برود ليجمنت؟ وات أر بارتس أوف برود ليجمنت؟ أول جزء وده بردك هنضطر ان احنا يعني نرجئه شويه للمحاضره القادمه، بس اقوله بسرعه،
الجزء ده الاوفري يا بنات اهو. في عندي الجزء اللي هو المدخل بتاع الاوفري اسمه ميزوفاريوم، الحته دي اسمها ميزوفاريوم. ميزوفاريوم ده المدخل بتاع الاوفري. عن طريق المدخل ده هيدخل عندي الاوفريان فيسلز ونيرفز اهو، الاقي عندي هنا عن طريق المدخل ده بتدخل عندي الاوفريان فيسلز ونيرف. اسمه ايه؟ اسمه ميزوفاريوم اهو، الحته دي اهو اسمها ميزوفاريوم اهو، الحته دي دي اسمها ميزوفاريوم. يبقى عندنا اول جزء من البرود ليجامنت اسمه ميزوفاريوم اهو، في اللقطه دي اهي الحته دي اسمها ميزوفاريوم اهو، الحته دي اسمها ميزوفاريوم. عايز لها شرح الحته دي، اوعدكم المره الجايه هنقعد نتكلم عليها مع الاوفري، اسمها ميزوفاريوم. بتنقل اوفريان فيسلز ونيرفز. الحته دي عايزه شرح كويس جدا لانها تتعلق بمصير البشريه كلها. يعني لولا اللي هي الحته دي يبقى احنا ايه كان بالنسبه لنا كويس موجود. ايه الاجزاء الثانيه اللي موجوده عندنا في البرود ليجامنت بقى؟ احنا قلنا ان في عندنا حاجه اسمها ميزوفاريوم. ايه الاجزاء الثانيه اللي موجوده عندي؟ الجزء ده شايفينه؟ بشاور عليه ده مدخل الفالوبيان تيوب، اطلق عليه كلمه ميزو سالبنكس. سالبنكس معناها تيوب، ميزو سالبنكس. سالبنكس معناها تيوب. عارفين في الفيميل لو حصل انفلاميشن في الفالوبيان تيوب اسميها سالبنجايتس، لو عملت صبغه اسميها هيستو سالبنجيوغرافي. فلما اقول سالبنكس معناها تيوب، الجزء اللي انا بشاور عليه ده اسمه ميزو سالبنكس. الجزء ده كله اللي انا بشاور عليه جنب اليوترس اسميه ميزو متريم. اي حاجه متريم يعني يوترس، ميزو متريم. يبقى بقى عندي ميزو سالبنكس، ميزو متريم. وطبعا احنا الجزء ده متفقين عليه اللي اسمه الانفانديبلو بيلفيك ليجامنت او سسبنسوري ليجامنت اوف اوفري. يبقى ما هي اجزاء البرود ليجامنت؟ يبقى البرود ليجامنت ليه اربع اجزاء. ايه هم الاربع اجزاء اللي موجود عندنا؟ يبقى عندنا ميزو فاريوم ده المدخل بتاع الاوفري. اثنين عندي ميزو متريوم اللي هو جنب اليوترس، ميزو سالبنكس مدخل الفالوبيان تيوب، انفانديبلو بيلفيك ليجامنت او سسبنسوري ليجامنت اوف اوفري. يبقى دي الاجزاء الاربعه بتاعت البرود ليجامنت. طب يا ترى ايه الكونتنتس بتاعت البرود ليجامنت؟ يا ترى يحتوي على ايه البرود ليجامنت ده؟ اولا يحتوي على الفالوبيان تيوب، طبعا ما نقدرش نسيب الفالوبيان تيوب، يبقى بيحتوي على الفالوبيان تيوب، نمره واحد يحتوي على الفالوبيان تيوب. اثنين يحتوي على تو ارتريز، ارتري اسمه اوفريان ارتري والتاني اسمه يوتراين ارتري. يبقى هنا يحتوي على الفالوبيان تيوب، يحتوي على تو ارتريز اوفريان ارتري ويوتراين ارتري. يحتوي على التو ليجامنتس اللي هم قاعدين مفحوحين مع بعضينا عليهم، راوند ليجامنت اوف يوترس واوفريان ليجامنت. راوند ليجامنت اوف يوترس واوفريان ليجامنت. بيحتوي على امبريولوجيكال ريمينانس. ايه الامبريولوجيكال ريمينانس دي؟ بقايا امبريولوجي. ايه بقايا الامبريولوجي؟ طبعا الرسمه دي هنرسمها ان شاء الله باذن الله مع بعضينا اللي هو ايه الاسبوع اللي هو اللي جاي. احنا ناخد اللي هو الامبريولوجيكال ريمينانس اللي موجود عندنا. فايه هم الامبريولوجيكال ريمينانس اللي هم موجودين؟ عندي تو امبريولوجيكال ريمينانس موجودين، واحده جنب الاوفري واحده فوق الاوفري. اللي جنب الاوفري بارا، بارا يعني بيسايد، بار او اوفرون. واحده فوق الاوفري اسمها اب او اوفرون. ايه الكلام ده؟ ده تفصيلها الاسبوع الجاي، اب او اوفرون وبار او اوفرون. يبقى عندي باختصار امبريولوجيكال ريمينانس. يبقى انا عندي لغايه دلوقتي ايه الحاجات اللي موجوده؟ عندي كالاتشي، عندي تيوب بطلق عليها كلمه، عندي تيوب موجوده يبقى بطلق عليها كلمه فالوبيان تيوب. عندي ليجامنتس موجوده، الليجامنتس اللي هي موجوده ليجامنت اوف اوفري وراوند ليجامنت اوف يوترس، ارتريز اوفريان ارتري ويوتراين ارتري.
امبريولوجيكال ريمينانس. بالاضافه ان عندي باراميتريم. ايه باراميتريم ده؟ شويه فات موجوده. طب وليه ربنا يحط شويه فات موجودين هنا؟ عشان يحط فينس بلكسس، يحط لينف فيسلز، اوتونوميك بلكسس اند سو اون. يبقى دي الكونتنتس بتاعه البرود ليجامنت. اخر حاجه موجوده عندي بقى الحاجات الخفيفه بقى اللي يا دوبك بنقفل بيها المحاضره، ارتيريال سبلاي، فينس درينج، ليمفاتيك درينج. طيب ايه الحاجات دي؟ ايه رايكم نخليهم المحاضره الجايه عشان الدنيا بقت تقيله، ولا نقدر نكملهم؟